حدا ميت مش بيسبح قاعد يرد على الكياتة. لا هذا مسخرة. اي مفتاح انت منو حضرتك؟ شنو منو حضرتك؟ ما نستقبل ضيوف. عفوا اختي انت منو؟ خويا انك حتى خويا انت امي؟ انا قالت لي لشمي بس ما صدقتها. تذكرتيني عقب هالسنين. او شو سنينه؟ انا ولا امس رايحه. ما كنت متخيل شو تردين. لا حول ولا قوه. لا تجين. ايوه والله شوف الشبشب والله توقعت الا بالشبشب تضربه. لا تجين. على فكرة هسا المحتلين الساحة هم فرقة بلاك بينك وبي تي اس بكل التشالنج. او ماي جاد مش معقول الفكرة. شان وو يا جماعة هذا الانسان عبارة عن كيكة. اوه جاكي يفوز جاكي يفوز. بس هاي الحركة جابت 4 مليون لايك. ميجا وات از ذس سبايدر مان. What the hell of this? كأنه قاعد بهين فرقة بي تي اس. I can't do negative today. ممكن اطلعها من الشاشة واعضها وارجعها. وتشوف الرياكشن انتو. يما على ام الكياتة. شو رياكشن؟ هاي سناجل انيو هاسيو. السلام عليكم اند ويلكم باك ايفريوان بسلسلة جديدة بصراحة رح اعتمدها اذا نالت اعجابكم. على فكرة هي رح تنال اعجابكم لانكم انتو اللي طلبتوا هاي السلسلة باني اشاهد 3 تطبيقات. اشهر 3 تطبيقات هم التيك توك وهم بعد الريلز على الانستغرام والشورتس على اليوتيوب. بس قبل ما ابدا بدي اشوف تحت تعليقاتكم اي تطبيق انتو بتفضلوه، تيك توك انستغرام ولا يوتيوب. هلا انا شخصيا بفضل اول شيء يوتيوب بعدين تيك توك انستغرام او لا انستغرام تيك توك. هلا الاثنين نفس الليفل لازم اختار. اوكي يوتيوب تيك توك انستغرام. فخلونا نبدا. صح قبل ما ابدا لازم تشتركوا بالقناه وهم بعد تفعلوا الجرس. وصح بدي اخبركم باني راح افتح حسابي الشخصي على مود اشاهد الفيديوهات من حساباتي انا على تيك توك انستغرام واليوتيوب. فانا بتابع كثير بصراحه الكيبوب كي دراما هم بعد الطبيخ والحلويات وهي السوالف بعشقها وهم بعد الجرائم. مودي الجرائم بالاضافه الى شويه حيوانات يعني. واكثر شيء التشالنج كثير بيطلعوا لي على التيك توك وهم بعد على الانستغرام. فنقول بسم الله واتمنى انه السلسله هاي تنال اعجابكم. اوكي سناجل قبل ما ابدا بس بدي اخبركم بانه المفروض اني اشاهد من 5 إلى 10 صح من 5 إلى 10 دقائق بكل تطبيق. فالتطبيق تقريبا بصمد فيه اكثر فتره زمنيه هو اللي راح يفوز بالتشالنج هاد. فراح نبدا مع اليوتيوب شورتس يوتيوب. بلاك بينك اول شيء فورا بروم 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 بروم. واو على فكره هسا المحتلين الساحه هم فرقه بلاك بينك وبي تي اس بكل التشالنج. اميزنج. هاي تاني فيديو لبلاك بينك على فكرة عم بمر هسا. هاي صوتها أقوى بصراحة. واو No way! لا بصراحة البنت الثالثة هي اللي تفوز. اوكي
هاي تاني فيديو لميغان اسمها؟ يا واو واو اسمعوا الكيوت بالموضوع انه الام بالنص وحواليها بناتها. To the people who tell us to leave if we don't like it in America, okay, we'll leave, but we'll be taking everything with us. اوكي كأنه كتير مضغوط هو انه عرض لهواية تنمر. الكروما؟ الكروما تنازع بالزاوية. اوكي الكروما قاعدة عم بتشاهد فيديو. لاحظت كارثة. اوكي بدي اشوف وين بدي يوصل. 3 مليون لايك. دام. وات؟ اسمعوا بحب انا هالفيديوهات. او ماي جاد مش معقول الفكره. لازم اجربها بالكريسماس والله لاكل شراويط من امي. هاي ثالث فيديو لبلاك بينك. بروم 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 بروم. اي اي ويبو 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 ويبو. اسمعوا الانرجي اللي عندها دمار. اي اي keep watching me shut you down now. واو 4.4 مليون لايك. وات اوكي رايحة على المول. حلو فاضي المول. اوكي اوكي جايز يعني انا بس بدي اخبركم بانه بالستور ممكن تلاقوا اي ايدل مشهور. بالمول ما تروحوا الناس فاضية. ليش وين الناس بالستورات موجودة؟ هاي رابع ولا خامس فيديو لبلاك بينك. ايش دعوة اليوتيوب ريلز بس بلاك بينك. اوكي صار في عندي حماس اشوف النهاية. خطيبتي ليسا كليوباترا. لا الحماس وصل للمليون. البنت عم تعمل شغلات خرافية. هس رح تدمج الألوان بالصورة. يلا كمان عينين زرق. اوكي مع مسكارا. واو والحمرة بينك والخدود بينك. يلا دمج. ابداع. هم بعد بلاك بينك مش بقول لكم يا جماعه مش معقول الريلز لغايه الان محتلين فرقه بلاك بينك. انا مش زعلان بالعكس انا كثير سعيد. هذا دليل على انه الريلز يعني الكيبوب هم مسيطرين تحديدا بلاك بينك حاليا. بس كأنها لابسة نفس لبس ليسا وهي نفس لبس روزي وجيسو وجيني. واو حتى والله فيها ملامح من ليسا. واو لا لما قربوا لا. شاين وو يا جماعة هذا الإنسان
عبارة عن كيكة. مش معقول أنا لست منحرف. جيمين بيبي موتشي. لا لبقيت له لبقيت له لبقيت له عن جد. لا أنا محتار بصراحة مين أختار، تشانو ولا جيمين. لغاية الآن أنا شايف جيمين. لا مخترم مقاطع مش قوية لليسا، عندها أقوى من هيك. نو نو ظلمينها. وا 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 او جاكي يفوز، جاكي يفوز. نو جاكي 4.9 مليون. What is this؟ بس هاي الحركة جابت 4 مليون لايك. ميجا What is this؟ Damn she's so cute. What؟ يا جماعة عم بيبدعوا الناس. Oh my god. باو باو. Oh my god. Oh my god. Wow. Really wow. أنا بعشق المواهب يا جماعة. واو انا هسه انتبهت هو قاعد بصورها. دام شوفوا ردة فعل الناس انه مين برقص مين بصور. هذا سبايدر مان. What the hell of this? Copy بقى. ميغان. هم بعد ميغان. واو 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 واو. واو. يعني تقريبا تقريبا عواشك توصل مليون لايك. تستاهل. Amazing. Make me your Aphrodite, oh baby, your one and only. Make me your Aphrodite, oh, make me your one and only. Make me your Aphrodite, oh baby, your one and only. Make me your Aphrodite, oh, make me your one and only. تمثيل يفوز. بعرف انه مش صوتها، اكيد مش صوتها صح. وهسه يا جماعه الانستغرام ريلز جاهزين؟ ليتس جو. مليون لايكس. واو شوفوا الابتسامه يا جماعه، مش معقول الطاقه الايجابيه اللي موجوده بوجوههم كلهم. واو والاطفال اللي وراهم قاعدين بزكوا من الحماس. Amazing. واو لا 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 اوكي سلو موشن. دام فكرت راح يقلب، فكرت راح يقلب. شقد نذل. واو واو
فيش غلطة يا جماعة. مش معقول لغاية أنا شايف مواهب بتجنن على الريلز إنستغرام. سوري بكره الشغلات هاي. One more time. مش معقول حبيت الفكرة. بدي أسويها بعد ميلاد السنة الجاية ذكروني أوكي. دعملها سيف من هسا. هاي سيف ميغان. ميغان لحقيتي لهون. اوكي هو بس رقص مش انه فكرت رح تتحول هسا. بتخيلش حالي اوقف بالشارع وارقص قدام الناس الرايحة واللي جاي اعمل تحدي. بعرفش تي تي اس. كأنه قاعد بهين فرقة بي تي اس صح؟ Not interested. اوكي ممكن اطلعها من الشاشة واعضها وارجعها. مش معقول reaction. Positive vibes. Damn. Wow. iPhone user. Android. ضعوا الفرق بين الايفون. طب وين السامسونج؟ لا السامسونج احلى من هيك بصراحة. عم بتبالغوا شوي بصراحة. لا يا جماعة مش هيك السامسونج. بلا سامسونج كتير ارقى ونغمته بتجنن. بتشوفوا الرياكشن انتو. نو سيف سيف عن جد لازم بسرعة سيف. مش كثير مهووس بالميك اب ولا بالشغلات البنات. اوكي روزي كم اون. بس هو الحيوان ما لقاش غير هاي اللقطه الاولى يحطها. بس سو كيوت طالعه بالدرس الاسود. I love it. Not interested. يما على أم الكياتة. One more time. شوفوا. لا مش معقول يا جماعة. ما شاء الله عليها. ميغان شخصيا كأنهم جوا البانيو. أول تعليق. ثاني تعليق الصوت أصواتهم الثلاثة بتخبل. واو اميزنج. شو رياكشن.
واعطوها هي منها اخر شيء. اوه بنتها دي ايدل نود. واو yeah ta-ta-ra-ta-ta. How do I look? Amazing. هذا التحدي على التيك توك شفته كتير هلا. Yeah. reaction مالته. No. Blackpink. Wow. Wow. يا جماعة أقسم بالله إنهم أساطير. أوكي بس بدي أفهم حول الموبايل لماوس. واو. Oh my god. Does not know anything. Does not even know ABCs. طبعا هو هيك نايم. واو سيف عشان الكوبي رايت. امسح مسمعي. واه مش معقول. طلعت تمسح هيك بسبح. حدا ميت مش بسبح قاعد. يا ربي. يرد على الكياتة. ما زبط شي لسا. لا هذا مسخرة. ما زبط شي. يا الله الأطفال على الزوم. 2.8 مليون لايكس. بلاك بينك 1 مليون لايك. yeah ليسا عم بعد جيني. واو ماي جاد. أنا بعشق نزلت البسس. اوكي نو واي. دام مش معقول. كف كانوا هذا ترند جديد صاير. اوكي سيم شكلي راح اسويه على كل حال. جايز على فكره هم بعد الانستغرام ريلز فاز، يعني لغايه الان نمبر 1 يوتيوب شورتس وكمان انستغرام ريلز ضايل التيك توك. الله يستر الله يستر. جماعة التيك توك let's go معادن.
والله أول فيديو بوجهي مع عادن. I miss you, Aden. ليش الزحلق وقع؟ على فكرة قاعدين بيعملوا زي برنامج The Kardashians صح؟ بس amazing برافو عليكم عن جد جايبين التصوير والرياكشن والحوار وال هذول الاثنين اخوان كثير معروفين على التيك توك جدا معروفين 6.5 مليون لايكس واو حبيت قاعد بقرا التعليقات هو جايز اسف على الخلل بس البطاريه خلصت فاضطريت نحط بطاريه ثانيه ونكمل نشوف هسه هاتيما موكتيما نعيد اوكي اوتشيما اولجيما اوتشيما هاتيما موكتيما واو XG yeah Harvey A wow يا جماعة فرقة اكس جي مش لهم احنا بنفس الوكالة بس عن جد البنات واو مواهب عن جد اختاروهم بالفرازة لو تعرفوا بين كم واحد اختاروهم هدول البنات رح تنصدموا هارفي كماو اسمعيني يا حبيبتي نعم يا طنط الجواز اسمه نصيب وانا ابني هيتجوز بنت خالته وانت ربنا يعوض عليك يرزقك ابن الحلال والله يا طنط فضلتي على راسي عملتي فيني جميل صار لي 5 شهور وانا قله ما إلك الا بنت خالتك بس هو اللي ما كان يرضى كان ماسك فيني مثل ما كان يمسك في حلمة صدرك لما كان بيبي اصلا يا حبيبتي انا كنت ادور على طريقة عشان انقذ نفسي من جحر الافاعي هالعيلة لك انتم يلي كنتي رح تكوني حماتي ما لقيتوا الخير ببعض رح الاقي انا الخير فيكم انتي واختك صار لكم 20 سنة ما بتحكوا مع بعض مشان صحن انكسر قصف اجمل يلي كنتي رح تكوني حماتي الزواج مسؤولية ومحتاجة رجال بس انتي ابنك بدك تزوجيه عشان تفطميه بنصحك تاخذي له بنت خالي تعلموا تعلموا قصف الجبهات وبعدين انا الصراحة بابا بده يزوجني لرجال مو لواحد امه لساتها بتروح معه عشان يشتري جماعة اوكي خشوف اشوف الاوريجينال هي الاوريجينال واو اوكي it's amazing black pink and once واو 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 Three, two, one. Pass, 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 light. Whoa. Grab the money. Hey, hey.
صراحة بتحتاروا لأنه بلاك بينك أساطير وهم بعد فرقة توايس أساطير، اثنينهم يعني اثنينهم ملكات. بروم 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 بروم. What the hell? طول سد نت حصل يصل يقول يدل أحب يل مش معقول شو كيوت البنت بس هاد صوتها دام هاد صوتها واو I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing wow. something unholy he's sat back while she's dropping it she يا الله يا جماعه انا بعشق ام المواهب وين ان شاء الله بيت خالك بقعد يوم واحد يوم واحد لا تروحين يمون ياهل انت ياهل لا تعلق بثوبي بعد اوكي حاضر غياب الام المحزن عن البيت رحتي انت وبتخليني الله يخليكم أمهاتكم يا جماعة وبعد مرور عامين من الزمن حسب توقيت ضاري عادت وضوحي من بعد الغياب ضوير عامين أنا مو ضوير أنا الراوي وي مالت عليكم الراوي قاعدة أدخل مفتاحي فتش الباب أي مفتاح أنت منو حضرتك شنو منو حضرتك ما نستقبل ضيوف شكله عفي أنا ما نعم نعم شنو شو بغيتي شنو اللي شو بغيت فتش الباب خل أدخل على أي أساس فتش الباب في موعد نصبه او انا كل ما اروح بيت خالك تسوي لي هالحركات القرعه هذه انا امي راحت قبل سنتين ووصلتني انه ما بطل الباب حق احد ناسي شكل امي قال عدل وتعرف شكلها معقول عفوا اختي انت منو خويا بك حتى خويا بك انت امي انا قالت لي نجمي بس ما صدقتها او ما صدقت ما صدقت انك رديتي انت يمه اي انا يمه امي يو لا حول ولا قوة الا بالله اصلي بطل الباب حط المفتاح ما اقدر احط مفتاحي شلون تذكرتيني عقب هالسنين او شو سنيني انا ولا امس رايحه ما كنت بخير شو تردين لا حول ولا قوة شعر بطل الباب بعدين قول شعر انا وانت ما تشذي بالحوش جيتي ليش جيتي جيتي ليش جيتي شوفوا الاكشن الام بعد ما فات الاوان بعد ما راح الاوان الشبشب بعد ما جف الحنان ضاعت ضاعت من عيوني الالوان صرت بالعالم وحيد من قلبي ترى صرتي بعيد حياتي صارت جد الله يخلي له امه بس ما شاء الله عليها بتجنن قرطب بعير لا تجين ايوه والله بالشبشب والله توقعت الا بالشبشب تضربه لا تجين كملي دربك يا الأنين والله أحلى رأيك لعيونك ارجعي على مود بس الوالدة والله العظيم ترى الوالدة بتجنن ما شاء الله عليها بيت أوكي بتعازم ومين كلهم على فكرة في عادة عند بي تي اس بالشهاد بيعطيها للجنب اي والله العظيم مرر مرر وزع والله العظيم كيوت هلا انا مهتم بالاكل والحلويات والطبيخ بس مش وقته هسه جوعان
أجمل مخلوق بالعالم القطط. بتعرف زيه؟ زيها. No way. يا جماعة والله أكتر مخلوق كيوت بتشوفوه بالعالم القطط. يلا let's go. Chonin. Hangugae. 가고 싶어요. 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국에 가요 싶어요. 와우. 오케이. 뭐라하 صعب اختار اي تطبيق انا حبيت لانه الثلاثه بنفس المستوى الشورتس يوتيوب والريلز انستغرام وهم بعد التيك توك. هلا بدكم تعرفوا ليش؟ لانه اصلا هذا هو حسابي فأوريدي طبعا اليوتيوب والإنستغرام والتيك توك بيعرفوا أني أنا بحب الكي بوب والكي دراما والكوريان كولتشر بشكل عام والتشالنج وهم بعد طبيخ والقطط وهي السوالف كاملة فقاعدين بدعموني بنفس الفيديوهات اللي أنا بحب محتواهم إنه هذا المحتوى النظيف الحلو مش محتوى الناس اللي هي جوعانة الشهرة كلاب الشهرة مثل ما الكل بسميهم. فأنتوا لاحظتوا ما فيش فيديو مر قلت يا أو إلا فيديو واحد أتوقع كان شوي مقرف يعني نوعا ما بس ما في عندي ناس طلعوا من هدول المشاهير اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا على التيك توك تحديدا لا الحمد لله. فالحمد لله أني أنا مبرمج نفسي بحب هذا المحتوى النظيف المحتوى بضيع وقتي بطريقة حلوة هادفة بأخذ أفكار منهم بتعلم منهم كمان بصراحة لأنه أنتوا شفتوا كيف أنا كمان بحب شغلات كتير حلوة شغلات كتير بسيطة. فأنتوا حسب محتواكم بيعطيكم الثلاث تطبيقات للفيديوهات اللي انتم بتشوفوها او هو بيقترح فيديوهات قريبه من نفس المستوى اللي انتم بتشاهدوه. فهي هي حلقه اليوم اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم وراح اعمل هم بعد جزء ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ومليون اذا عملتوا شير للحلقه هاي هم بعد لايك واشتراك بالقناه. سو يا ربون سي يو بفيديو قريبا من اختياركم او صح خبروني تحت بالتعليقات اي تطبيق انتم بتحبوه. صراحة أنا بحب الثلاثة يوتيوب إنستغرام تيك توك بنفس المستوى الثلاثة وحوش عندي بس يبقى اليوتيوب عندي أنا شخصيا نمبر 1. So guys انتشروا تبعثروا أنيو